اخر. السلام عليكم. هذا موتور ميغان 3 1.5 بي سي اي سيمنز، عنده مشكل في التنوير في الصباح برك، ما يحبش ينوض على الضربه الاولى، يبقى يطول الا ما تقومتي بهنا تقومتي مليح، دي فوا يدير الهواله لا يرجع تشغل الهواله، فرامو الروتور تاع المازوت والله اعلم. شوية دخنة في النور في طول الباينوض و نبقى ننسيستي يا اخي تنوض تخرج دخنة بيضا من بعد صايد تنحى وتو حتى الدورة تاع الموتور في الطريق ذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا بعض الإخوة يتشكوا يعني من وجود الهواء في الديت هذايا الأبيض البلاستيك، يتشكوا اللي فما هواء يبدا موجود في الديت هذا، من هنا هذايا يبدا فما هواء في المكان هذا ومنه ومنه. بعض الإخوة يشكي اللي فما عنده، تلقى عنده بيلدر هنا أو هنا بيلدر هذه، يبدا فما فرشة هواء هنا ساعات كذا. هو المشكلة راهو مش من الهواء او من الترومبه، المشكلة ان لي زانجكتير هذوما يبدو عندهم رتور برشا، كيبدا عندهم رتور برشا يرجع للترومبه من هنا ومن الترومبه يرجع للريزرفوار. هذاك علاش يبدا عنده برشا بيلدر، لا بوكو دو بيلدر سير سيت دوريت لا الفوف
il faut monter une clapet de anti-retour, ça s'appelle. On les met ici. ركبوا لها واحدة كلابي اونتي روتور هنا باش الهواء باش المازوت ما عادش يرجع بور الغازوال ريست سور لو تيب سي على بومب انجكسيون على بومب اش بي سا بور ريغلي لو بروبليم il faut changer il faut monter une clapet اونتي روتور comme celle-là il y a en plastique il y a en aluminium comme ça il faut le changer لي مونتي سي ثاني هو النجم نشوفوا تو ما فماش هواء بكل بعد ما ركبنا لها هذه الكلابيون تيريتور كان فيها برشا هواء تو ولا ما عادش فما هواء هذه شفتوه هذه تجي هنا طبعا كي تنفخ فيها من هنا تلقاها مسكره كي تنفخ فيها بالعكس لازم المسكره تجي من هنا والمحلوله تجي من هنا كي تنفخ فيها من هنا لازم تكون مسكره من هنا وتركبك باش ما عادش تخلي الهواء يرجع للريزرفوار مش معدي ثاني نتاع البلاستيك الابيض وهي المشكله كلها يبدو من الانجكتيرات يعني كل المشكله ما هي لو كان انجكتيرات لبس عليها ما تلقاش هواء هنا خاطر الريتور نتاع الانجكتيرات هو اللي يعمل الهواء خاطر ديما يقعد يختم فوالا هذه احنا ركبنا واحد مسبق ركبنا لها هذه جبتلكم موديل باش تشوفوها باش تعرفوها نجم تقص هذايا تقص منه كان لقيته كاسح برشا تجيب شويه شيشوار سخنه بالشيشوار سخنه شويه باش تدير تدخل ومن هنا تنجم تعملها طرف اخر من هنا للبومبيت رايف بلاستيك كيما هذا وتحطها هنا مكان وخليها ما عادها ما عادش تشوف هواء هنا البيلدر ما عادش تشوفهم افيك ان كلابي اونتي روتور هذه كلابي اسمها هذه يعني تحط هنا اللي هي ما تخليش المازوت يرجع للخلف هذه ان شاء الله تنفعكم الحلقه هذه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.